تنظم وزارة التنمية المحلية بدءا من الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أيام من الملتقى التدريبي الأول لكوادر وحدة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وصرح وزير التنمية المحلية محمود شعراوي بأن هذا البرنامج يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الثانية.